هو مانويل جوزيه ظلمك؟ مش بقى، لا مش بعيد عن الظلم، لا لا. انت شايفني انا متحامل عليه خالص؟ لا. انا عايز نفتكر مع بعض، بس انا عايز افكر الناس. يعني على فكره انت ممكن تكون مش مقتنع، على فكره ناس كتيره بتقول الكلام اللي انت بتقوله، انه مانويل جوزيه ما كانش حاجه عظيمه جدا فنيا، ولكن هو كان شخصيا كويس. الامور المعنويه اثر مع اللعيبه، ولكن فنيا اللعيبه كانت ممتازه. في راي بيقول كده، راي شبه رايك يعني. بس انا بتكلم في الجزئيه بتاعتك، ان انت كنت راجل متالق جدا جدا مع الاسماعيلي، ولما رحت النادي الاهلي ما خدتش مساحه كبيره. تمام. دلوقتي حاسس ان مانويل جوزيه وانت بتسترجع الذكريات ظلمك فنيا؟ والله حضرتك على حاجه، لو حد غير مانويل جوزيه كنت انا كملت في نادي الاهلي وما كنتش سافرت. لو حد غير مانويل جوزيه كنت كملت. وقيس على ذلك لعيبه كتير، مش محمد عبد الله ظلمك. مش موضوع ظلم، هي قناعات. انا مش هقول ان انا اتظلمت، انا هقول قناعه. انا دلوقتي انا مقتنع بكريم، يبقى كريم النهارده هيطلع الحلقه ويبقى متالق. مش مقتنع بيك، خلاص مش هنجحك باي شكل من الاشكال. فهي قناعات. يعني اكبر دليل ان انت عارف ان انت عندك باك رايت كويس، عارف ان جاي لك باك رايت كان واخد احسن ناشئ في مصر واحسن لاعب في مصر سنتين على التوالي. طيب جيت وحطيته في التلاج زي ما بنقول بلغه الكوره. طيب عارف ان امكانياته تساعده انه يلعب في المكان ده وبشكل مستمر، بدليل ان انا خدت ماتشات وكنت كويس فيها جدا، وكنت بلاقي نفسي بره التشكيل. طبعا هاجي لك على ماتش الصفاقسي. طبعا هاجي لك بجزئيه الصفاقسي. طيب انا جيت قبل ماتش الصفاقسي ده، انا ممكن اللاعب الوحيد اللي ممكن تبقى عارف انه انا هلعب لانه جاي قعد معايا قبلها باسبوع. طيب تعال خد الكلام بقى اللي اتقال لي، كان في حضور كابتن حسام بدري كان مدرب عام ساعتها، وكابتن علاء ميهوب، وكابتن احمد ناجي، وكان معانا احمد عبده كان المترجم ليه ساعتها. قال لي انت لعيب سريع وقوي وتقدر تنقل لي الهجمه من تحت لفوق في اقل من 20 30 ثانيه، وعندك القدره انك تعمل لي كده، وعندي مشكله في المكان ده عشان عبد الكريم النفطي لعيب كويس جدا وعايزك توقفه بسرعتك، وانت هتعمل لي حاله في المكان ده. طب هو محمد عبد الله بتاع افريقيا، طب فين بتاع الدوري؟ طب لما انت عارف ان انا عندي كل الكلام ده، عندي الامكانيات دي، طب انا ما كنتش بلعب ليه؟ كنت بتقعدني ليه؟ كنت بلعب ماتشات كويسه جدا ولا نفسي بره بدون اي مبرر وبدون اي اسباب. بدليل ماتش بتروجيت من بعيد برضه جيت وكسرنا الدنيا زي ما بيقولوا، وكسبنا بتروجيت 4، فجاه لقيت تاني ماتش لقيت نفسي بره. طب ايه السبب؟ فانا من النوعيات اللي ما كنتش بتكلم. يعني خلاص انا عارف حدودي كويس. لعيب لعيب والمدرب مدرب، وهيجي لي في وقت يا اما همشي يا اما هكمل. صحيح، وده اللي خدت القرار فيه. اتكلمت مع مانويل جوزيه في الفتره دي؟ يعني اتكلمت معاه بشكل شخصي، قلت له ليه؟ ايه السبب اللي انا بتكلم معاه؟ كنتش بتكلم كان كلامي بصراحه مع كابتن علاء، لان فعلا كنت عايز امشي باي شكل. كنت لازم امشي، كنت زعلان جدا. انا مش ليه لي سبب. طيب تمرين بتمرن بشكل كويس، مفيش مشاكل، مفيش غيابات، لا على طول متواجد، ملتزم في تمريني. طب انت بعيد ليه؟ دي بقى كانت الحاله المفقوده. طيب انت بتحب ولا بتكره؟ ودي كانت بقى دي اكبر عيب في اي مدير فني. لو انت فعلا بتحب وبتكره، دي هتبقى مشكله عندك. هو كان عند مانويل جوزيه كده بالظبط، كان بيحب ويكره. طبعا. طب هو هيكرهك ليه؟ لا ما انا بقول لك، يعني ممكن انا افهم ان هو مثلا كان بيحب اسلام الشاطر مثلا، يعني ما هو اسلام الشاطر كان بيلعب في مركزك. تمام، بس انا هكرهك انت ليه بقى؟ عملت اي حاجه خليته يكرهك؟ ما ايه الحاجات، ما انا بقول لك تعالى اقعد معايا، تعالى انت قول لي مثلا ايه محمد عبد الله عندك سلبيات في كذا وكذا وكذا، وانا هبدا اشتغل عليها. صحيح. لو ما عدلتش من نفسي خلاص، يبقى انت مالكش مكان معايا، مالكش دور. انما انت ما تجيش من الباب للطاق وتقول لي لا اصلا انا عندي في المكان ده كذا وكذا وكذا، وانت هتبقى الخامس. طب ليه؟ طب بناء على ايه؟ طب كل الكلام ده واتقال لي قبل ماتش الصفاقس، طب ايه اللي اتغير ان انا بقيت الاول دلوقتي؟ وفي وجود كان اسلام موجود، احمد صديق كان موجود. حتى جه قال لي حسام عاشور هيلعب باك رايت. انت عارف نظام تطفيش، انت بتطفش حد ليه؟ انا ما انا ما هو اللغز ايه؟ بص اكيد انت سالت اي حد، انت بترجعني كده، بترجعني دي 15 سنه كمان. دي حاجه تاريخيه وحاجه مهمه جدا. انا بقول لك طيب اسكوب دي واحده من افضل فترات النادي الاهلي على الاطلاق. طبعا ودي كانت فنيه بالنسبه لك افضل فتراتك على الاطلاق. بالظبط، طلعت طلعه عظيمه جدا. وبالتالي ده سؤال لغز لحد دلوقتي، بتقول من 15 سنه لغز. انا يعني لحد اللي انا ما اعرفش. انت عارف انا بقول لك اهو، انا وصفت لك ان انت صنفتني الخامس او الرابع في مكانه الرايت اللي عندك. مشهور عليك. تمام؟ في ظل ان انت في ماتش الصفاقس جيت قلت لي عكس الكلام ده. لما احتجتني قلت لي انت عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا. طب انا فين من خلال الدوري؟ طب ما انا خدت ماتشات في خلال الدوري كنت بشتغلها بشكل كويس جدا. طب انا فين من ضمن الماتشات دي؟ طب انا بعيد ليه؟ فانا في نادي الاهلي ما ينفعش تتكلم.
ما ينفعش تعمل مشكله. يا اما وانا دي طبيعتي، يا اما هكمل باحترام الحمد لله حتى في جميع الانديه اللي اشتغلت فيها. صحيح. ماليش نفس وما بحبش اخش في مشاكل وماليش مهاترات مع حد، يعني حتى في موضوع الفلوس ان انت تمشي من النادي يبقى ليك فلوس او عليك فلوس. عمري لا اشتكيت نادي ولا اتكلمت. النادي الاهلي كان ليك فلوس؟ لا ما كانش ليك فلوس. لا لا لا. لا انا بقول لك بعد كده يعني بعد كده مثلا لعبت في انديه بدون ذكر اسماء ليا فلوس عند انديه لحد الان. عمري ما اتكلمت. الزمالك؟ لا الزمالك لا صراحه. ما اهلي وزمالك كمان. لا 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 بعيد عن اهلي وزمالك واسماعيلي كمان طبعا، يعني باقي الانديه اللي لعبت فيها ليا فلوس عند انديه والله كمان مره، وانا مدرب اهو بقابل مثلا ايه اداري، كنت انا مثلا ساعتها في الوقت ده انا لعيب وما بتتكلمش ويكلمني معي. انت عبد الله انت ليك كذا، اقول له اه بقى خلاص بقى ما اشتكتش نادي، فانا ما عنديش مشكله مع حد وما بحبش اخش في مشاكل، لان في الاول وفي الاخر انا لعيب كوره عارف ايه اللي ليا وايه اللي عليا، فانا كنت بشتغل اللي ليا. انا عليا حاجه، تعالى قول لي انت عندك كذا 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 وانا هبدا اعدل من نفسي. وقتها انت ما كلمتش مع الكابتن حسام البدري حتى بشكل شخصي؟ راجل كان مدرب عام وقايم خالص. هو اللي كان قريب ليا بصراحه كابتن علاء مهوب. كابتن علاء مهوب اه كنت بحبه جدا. و كابتن علاء قال لك ايه وقتها؟ انت عارف اللي هو كلام التصوير، ان انت عارف لما يكون حد مقتنع بيك وعارف ان انت كويس، فكان لازم ان انت تسمع الكلام لازم لحد ما جالي القرار بقى وجالي وقت خلاص فاضي مش هينفع. قعدتي دي هتبطلني، قعدتي دي ضيعت عليا بطوله 2006، انا لعب تصفيات كاس عالم 2004 ولعب تصفيات افريقيا، ضيعت عليا بطوله صح، يعني ضيعت عليا مشوار ممكن كنت اكمل فيه احسن من كده. فانما جالي وقت خلاص كان لازم امشي. لو رجع بك الزمن تاني هتنتقل للنادي الاهلي؟ ليه لا، بس في ظل وجود مانو جيري صعب صعب صعب، ما اقدرش اجرب التجربه دي تاني.